طيب خلينا نروح لكابتن بجمعة قصاب مهاجم نادي الوداد المغربي السابق. طبعا نسأله عن نادي الوداد وعن وجود النادي الأهلي وعن أجواء كأس العالم. كابتن بجمعة بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. مرحب بيك وبرحب جميع جمهور فريق الأهلي والجمهور المصري، ومرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب. نتمنى هذه بطولة كأس العالم للأندية تكون من نصيب أحد الفرق العربية، لا الوداد ولا فريق الأهلي، رغم أن صعوبة في الفرق المشاركة، ولكن كتبقى التكهنات والرهانات والآمال معقودة على هذا كأس العالم اللي منظمة في بلد عربي اللي هو المغرب. عايزين نعرف رأيك في استضافة المغرب واستعداداتها لهذه النسخة من بطولة كأس العالم للأندية. وصراحة المغرب فات ليه وعنده واحد تجربة في تنظيم هذه التظاهرة، كان نذكروا التنظيم ديال 2013، فبالمميزات ديالو بالمساوئ ديالو فاخذت تجربة المغرب، باش إن شاء الله هذه النسخة تكون ممتازة من ناحية التنظيم، ونتمنى انه تكون دوز هذه المسابقه وديال كاس العالم في اجواء رياضيه وفي اجواء عالميه. بطبيعه الحال النسخه هي نسخه عالميه، ونتمنى انها تكون عالميه. كنضمن لكم بان غيكون ان شاء الله الحضور جماهيري، وغيكون التنظيم في المستوى، وان شاء الله يكون تتويج عربي ان شاء الله بهذه الفرق المشاركه، لا الهلال ولا الوداد ولا حتى الاهلي، رغم كما كنقول لك الصعوبه، لان الفرق المشتركه لا الريال ولا فلامينغو. ف رغم هذه الصعوبه، ولكن ان شاء الله بالحماس ديال هاد الانديه العربيه، وشفنا حتى في المشاركه ديال المغرب في كاس العالم، فكان هذا غيعطي واحد الانطباع بان حتى الفرق المغربيه ولا الافريقيه قادره باش تمشي اعلى مستوى في هذه المسابقات العالميه. طبعا كابتن، اولا بنبارك كل الشعب المصري، بيبارك للمنتخب المغربي لوصوله لنصف نهائي كاس العالم والشكل الرائع اللي ظهر بيه، واحنا متاكدين عندنا الثقه ان شاء الله ان البطوله على مستوى التحضير وعلى مستوى التنظيم هتكون اكثر من رائعه. ولكن على المستوى الفني، شايف ازاي مشاركه ثلاث انديه عربيه على مستوى طبعا المونديال، فرص النادي الاهلي ايه، فرص الهلال، وكمان الوداد المغربي في هذه البطوله؟ وصراحة فريق الوداد المغربي ولا فريق الوداد عنده واحد الميزة ديال الأرض والجمهور، نتمنى أنه باش تكون حافز ليه باش يحقق نتائج إيجابية اللي كينتظرها الجمهور المغربي كافة، خصوصا أن المشاركة الأخيرة اللي كانت في المغرب، ففريق الرجاء اللي هو توا فريق مغربي مشى لأبعد نقطة اللي هو النهاية، فالكل عازم على باش الفريق الوداد اللي هو فريق البلد المنظم يمشي في اعلى نقطه. ولكن ما نساوش بان حتى فريق الاهلي في تقريبا هذه المسابقتين الاخيره فهو حتى الصف الثالث، وهذا انجاز كبير، الثالث مرتين على التوالي. الهلال كما كيعرف الجميع انه كيضم في العناصر ديالو واحد المجموعه اللي هي قويه، لاعبين اللي كينتميوا للمنتخب السعودي على الاقل، كنظن انه 8 أو 9 لاعبين، وشفنا انه الظهور القوي اللي ظهروا به في كاس العالم كذلك، هما خصوصا اللقاء الاول ضد فريق المنتخب الارجنتيني. فبالاضافه للاعبين المحترفين اللي كيتوفر عليهم من اسيا ولا من البرازيل، فصراحه حتى هو حقق واحد ظهور مميز في النسخه الاخيره في الامارات، انهزم في نصف النهائي وعلى يد الاهلي. فهذه كل عوامل كتخلي بان هذه التجربه ديال هذه الفرق، لا الاهلي ولا الهلال، وكذلك فريق الوداد بحكم الاستضافه ديالو في الارض ديالو وامام الجمهور ديالو، نعرفوا ان الوداد بالجمهور ديالو كيحفزو كيعطي واحد الدفعه معنويه قويه باش يحقق الالقاب. فنتمنى ان هذه العوامل تكون في صالح هذه الفرق الثلاثه، وتكون ند كما كيعرف الجميع، ند للفلامينغو ولا ريال مدريد. طيب في ظل وجود ثلاث فرق عربيه، هل تتوقع ان يكون او تكون الجماهير المغربيه متواجده بكثره في المباريات لمسانده الثلاث فرق العربيه؟
وصراحه كنظن انه باستثناء الفريق المنظم بطبيعه الحال فريق الوداد، فالظهور ديالو غادي يخلي بانه يكون واحد الجمهور كبير كثير بطبيعه الحال، غيكون فائق الجمهور اللي غيحضر للمقابله ديال الاهلي بطبيعه الحال، الاهلي توعدوا الجمهور ديالو غادي يتنقل معاه، ولا كذلك الهلال. فهاد هاد 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 الفرق وخصوصا فريق الوداد كنظن انه عنده الجمهور ديالو لانه مستضيف، ولكن الفرق اخرى هي عندها الجمهور ديالها اللي غيتنقل معه، حتى محبين اللي كيحبوا للاهلي. والهلال كنظن انه كذلك هو عنده الجمهور ديالو، ولكن ما يكونش بنسبه كبيره مقارنه بالوداد والاهلي. ولكن ما نساوش حتى خصوصا فريق ريال مدريد، فريق ريال مدريد عنده هو الجمهور ديالو في المغرب وفي العالم كامل. حبذا لو كان واحد اللقاء بين هذه الفرق العربيه مع ريال مدريد، فكنظن انه غيكون جمهور غفير، وحتى الجنبات ديال الملاعب غتكون ولا الملعب اللي غيحتضن هذا اللقاء اللي غيجمعوا بفريق ريال مدريد غتكون مملوءه عن اخرها. وصراحه انا كنضمن من هذا المنبر كنضمن بانه الحضور الجماهيري لان غيكون قوي، لان الجمهور المغربي شغوف كره القدم بغض النظر على الفرق المغربيه، فهو كيحب الفرق اللي كتلعب كره القدم، لا الاهلي ولا الريال ولا البارسا ولا حتى فلامينغو، لان حتى فلامينغو احنا كجمهور كنتبعوه في اللقاءات ديالو، حتى هو عنده واحد الجمهور اللي هو شغوف، وكن على يقين انه غادي يتنقل مع الجمهور ديالو، لان احنا شفنا للمنتخب البرازيلي في قطر، شفنا الجمهور اللي حضر معاه، لانه الجمهور ديال امريكا اللاتينيه تبارك الله جمهور اللي شغوف كيتبع المنتخبات ديالو ولا الفرق ديالو. فظل هذه العوامل كامله كتبين بان ان شاء الله الحضور الجماهيري غيكون مكثف وغفير في تقريبا جميع اللقاءات. شكرا جزيلا يا كابتن على وجودك معنا في هذه الفقره، كنا بنطمن طبعا على كل التنظيمات الخاصه بالمغرب في هذه البطوله الكبيره، بطوله كأس العالم للأندية.